سؤال، أهم نتيجة مترتبة على هذا الطريق الأول ما هي؟ أهم نتيجة ما هي؟ ها؟ بعد لا حجية لفهم الآخر، أي آخر إن كان، والله لو كان موش الشيخ الرئيس وشيخ الطائفة وشيخ العرفاء، شت هي تسميه حجة بعد لو مو حجة أعزائي؟ ليس ولهذا تسقط عندك كل الإجماعات، كل الشهرات، كل الضرورات الدينية، وكل الضرورات شنو؟ المذهبية. خلص، اغلق باب. خلص. ما أدري واضح ولا أعزائي؟ وهذا أيضا من الأسس التي أعتمدها في كل مبانية في السنين الأخيرة. مولانا قبلها ما كنت هالشكل، قبل هم كنت اشوف بابا من يقولون الشيخ فلان، بعد خلاص انت كانه قدام تقوم ترجف هالشيء. كما الان من يقولون اساطين، انت واقعا هذا العنوان شو يسوي؟ خصوصا هم انا طبعا هذه اساطين بالنسبه لي، افصلها اسويها مفردتين، اساطين هو وطين هو اساطين خطين ثم واخ ثم تقول لي سيدنا هذا عدم احترام عدم تقديس الآخر، أقول بلي الآخر مو مقدس، أما احترام نعم شنو؟ أما إذا صار بناء ما يحترمني أنا مش أسوي له مولانا، ها؟ فاعتدوا عليهم بمثل شنو؟ ما اعتدوا عليكم. مو البعض يقول لي زيدنا أنت تتكلم مع الآخر بلا احترام، أقول له خليه يحترمني، يقول بيني وبين الله هو أمره رأيي، إحنا منا شنو؟ لا نوافق على رأيي، إذا أنا ما احترمته إلى حق، أما عندما يتهمني أنا شنو أسوي له مولانا؟ اقبله من راسك، وانا اقول بيني وبينك جاهل احمق ما تفهم، وش اسوي؟ عندما انا اتكلم اقول الروايات عندنا ضعيفه واجيب 100 شاهد، ومع ذلك يكتب بانه هذا صوت الوهابيه وهذا صوت صدام وهذا صوته، شنو اتكلم ويا غير انك اقول جاهل لا تفهم شيئا؟ شنو اقول لك؟ اذا عندك قدره هذا البحث مولانا، هذا الميدان العلمي ادخل ومولانا نبحث، خلص نبحث، شوف الحق معك لو الحق معك، قد نتفق وقد شنو؟